إذن هونيك نعم نشوف مقتطف من عرض موسيقي للفنان المؤلف الموسيقي توفيق فاروق. توفيق أهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. يعني بس نقول هيك مؤلف موسيقي فنان شو ما قلنا بكفي واحد يقول توفيق فاروق. شكرا فعلا لك. شكرا. لحتى واحد يعبر عن الموسيقى الجميلة اللي تعودنا عليها ومنعرفها عنك أيضا. نحن سعداء أنه أنت موجود عنا بلبنان لأنه بنعرف أنه هيك دايما عندك زيارات متقطعة إلى لبنان. صح. مع العلم أنه صار لك سنوات طويلة مقيم بفرنسا. قدي صار لك تقريبا بفرنسا؟ والله بطلت عد غير شيء من شيء 35 سنة بعدين. اسم الله. شو كان عمرك سنتين ونص يعني بالضبط؟ لا شيء خمسة. عن جد اسم الله بعد كل هالسنين. وحلو انه لهجتك بعدها نفس الشيء. هاي بالدم. عن جد حلو هيدا الشيء انه ما لانه في ناس بيتركوا كم سنه بتكسر دغري اللهجه تبعيتهم بتصير بكسره، وفي ناس حتى ما بضلهم عندهم يعني الحضور دائما بلبنان. وهيدا الشيء الحلو فيك انه بقيت كل الوقت تضل عندك هالزيارات الى لبنان، سو ضل لبنان ببالك كل الوقت. يعني هو في مثل ارتباط عضوي بالبلد بيصير بغض النظر عن الارتباط العائلي اللي هو اساسي كمان، بس في ارتباط بمشروعك الخاص اللي هو ما اجى عن طريق الصدفه. يعني من هيك قصه اللغه قصه اساسيه، يعني انه حتى هيدي اللغه لحتى تقدر تتطور لازم يستعملها الواحد ويتقنها. اكيد بقى هذا الشيء بينطبق كمان على الموسيقى تحديدا. يعني صحيح، وهذا الشيء الحلو. يعني الملفت كمان بالموسيقى تبعته توفيق فاروق هي انه فيها تنوع كبير، يعني فيها الجانب الشرقي، فيها الجانب الجاز. يعني كمان حلو لما بنشوف هالخليط على المسرح مع اوركسترا كبيره وبحضورك مع موسيقى بنعرفها وموسيقى من تاليفك الخاص. قديش هيدا الشيء كمان في اكيد الجمال نحن بنشوفه، بس في صعوبه كثير بخفاياه اذا فينا نقول بعمليه الخلق. يعني صحيح، هو الاهم شيء يكون في عندك دائما الحافز انك تقدر تستمر. وهيك هلا في تجارب اوقات بيصير فيها فشل، بس مش بالضروري كل ما يفشل الواحد بمشروع يفشل يوقف. لا يعني مش يفشل بس ما ياخذ يمكن هالاستحسان مثل ما اخذ غير مشروع. المهم انه ما يعتكف الواحد ويقول خلصت الدنيا، يعني بالعكس هذا مشروع حياه بده يستمر فيه الواحد قد ما فيه. صحيح. قد ما بيقدر. المهم كمان يكون في عنده نوع من الرتور لشغله. يعني بالمعنى انه في المتلقي اي المستمع يتحمل مسؤوليته كمان، انه صحيح. يكون عنده هالنوع من الكيوريوزيتي انه يقدر يتابع شو عم يصير جديد. والوفا كمان الوفا هذا يعني كمان يعني المستمع بنكون عم نطلب منه اكثر اكثر شوي. صراحة هذا معلي رح روح على سبب زيارتي الحالية لبيروت. نعم. هو مشروع جديد انكتب للأوركستر سامفونيك تبع لبنان. نعم. الأوركستر في الهارمونيك دي ليبان. هذا المشروع صار كنت عم اشتغل عليه أكثر من سنتين. نعم. ومشكلته كان أنه نقدر انتاجه. يعني بقى قبل ما نوصل لهالعملية كان عندي اتصال مع مدير السابق للمعهد او بعده هو بالوكالة بيسموه الدكتور وليد مسلم. نعم. وكان تعاونه ايجابي، يعني طلب انه يسمع ويشوف عينات عن الموسيقى ليعرف شو طبيعة هالعمل، لانه مش مغامرة كمان انه الواحد يكتب لأوركستر سيمفونيك. يعني صحيح. هذا النوع فيها نوع من الخيال والحلم اذا بدك. بقى كان رده ايجابي وتعاونه ساهم يعني بدفش الامور لقدام. هذا كان بسنه ببدايه 2017. نعم. وراح يتحقق ان شاء الله واحد واثنين باثنين شهر باثنين نوفمبر. نعم. رح يكون بالكنيسه سان جوزيف. نعم. على اليسوعيه. هلا بقي المشكله الاساسيه اللي هي انتاج هذا العمل. صحيح. يلي بعدين انا فقدت الامل يعني انه ما رح ينعمل. الى انه الهيئه اتصل بحدا دكتور وليد، وهالحدا اتصل فيه بشهر اوت يعني بشهر اب. نعم. وقال لي انه يعني بنحب يلا رجعت انحطت على السكه. ايه بنحب نقول لك يعني هذا التعبير الاساسي اللي قال لي اياه، انه انت اهتم بالموسيقى، اكتب موسيقى وعملنا شيء على مستوى هذا الحدث، وعلينا اللوجيستكس. نحن علينا كل هالشيء. طلع الشخص اللي عم بيتلف لي هو اسمه صالح فاروق. اللي انا بوجه له تحيه. نعم. ولازم يعني الاشياء تقال مثل ما هي، يعني انه بفضله قدرنا نحدد يعني نحقق نوعا ما هذا العمل. نعم. هلا التشالنج بصير انه خلصنا من الخيال، هلا بدنا نقعد على الورقه البيضاء ونكتب ونالف. صحيح. بقى صارت
بخلال 3 أشهر المغامرة أنك تكتب بمشروع لفرقة تقريبا ب70 شخص. يعني بدأ شوية بدأ وقت أكتر يمكن بدأ نوع من الخيال. صح. وبآخر العمل طلع معي جملة وبعت له إياه لدكتور وليد أنه اللهم لا تؤاخذنا على ما فعل الخيال بنا. هيدا هو العمل لنشوف شو راح يطلع منه. نعم. ندعيكم لا تحضروا. هو الدعوة عامة يعني. أيوة راح أقول دعوة كمان للجميع يعني لكل الجمهور. يعني اللي بيجي بيحضر بيقعد أول شيء. حالنا نحن أنا بهلا بلشت برمش حالي بدي أركض يعني نهار الجمعة إن شاء الله باثنين الشهر الساعة 8:30. من الأفضل يكون الواحد الساعة 8 وهيك. نعم. وهذا كمان تأكيد على مشاركة الفرقة السيمفونية اللبنانية على أنه هل في شيء عم بيصير بلبنان كمان. صحيح. على هالمستوى الكبير. صح. نعم. نتمنى كمان للمدير القادم الزميل بسام سابا اللي هو رح يستلم أو استلم مؤخرا مهماته بالمعهد نجاح التجربة وإلى الأمام. أكيد إن شاء الله يا رب. هي راح تكون ب2 الشهر مثل ما ذكرت بالجامعة اليسوعية بالكنيسة ودعوة عامة للجميع. أيضا الخليط اللي راح يكون موجود يعني 70 شخص راح يكونوا على المسرح. هيدا الشيء فعلا هيك كلنا محمسين لحتى نروح نشوفه. وأيضا يعني قديش تطلب منك فعلا يعني قال لك بلش على الورق ويلا قربنا. بس هيدا الشيء قديش عن جد بتتمرن قديش بتقدر تنجمع مع الفرق لحتى تجمع كل هالموسيقيين. بده يكون في بروفيت كمان للعمل اللي كتبته. المرحلة الكتابة شيء مختلف كتير يعني هو له علاقة بالمخزون الخاص اللي فيك وبتصير عملية مش روتينية بس انه بتصير نوع من الاكزرسيس لنا يعني وي. المهم لوين بدك توصلي يعني. وتحديدا بالنسبة للأوركسترا سيمفونيك انه الطلب هو انك تخلي هذه الفرقة تعزف كلياتها مع بعض. مزبوط. وهالانسجام بيناتهم. صح. التمارين رح تكون تبلش يوم الاثنين يعني بس في 5 تمارين وهذا بيدل على حرفية الموسيقيين. نعم. في شيء ثاني اللي هو مع هيدا الأوركسترا سيمفونيك في كوارتيت دو جاز اللي هي بيشتغلوا معي صار من فترة طويلة يعني جايين من فرنسا. رح يكون في هذا الخليط بين يعني كلمة خليط فيها شوية يمكن تساؤلات بس انه هو لقاء أكثر بين. صحيح. بين هالنوع من الثقافات. مشان هيك هو العمل كمان اسمه على حدود الأشياء. العمل تسميات هي حافز إذا بدك أكثر في بس لحتى يلاقي الطريق بده يباشر الكتابة فيه. على حدود الأشياء هي فكرة الحدود وشو بتعني الحدود يعني هي مركز للتبادل إذا بدك هي مكان للعبور. هي كمان للجوء مكان للجوء. نعم. وللتلاقي. للتلاقي. نعم. بس مفهوم الحدود إذا بدك حتى بسلبياته وإيجابياته أنا بيحكيني يعني المابال مثل ما بيقولوا بالفرنسي وهيك. بقى العمل هيدا هو على حدود الثقافات إذا بدك هو على حدود الأنماط والستيل. يعني ما في ستيل واحد معين أو أسلوب واحد يعني. نعم. في ولا ينتمي إلى بلد واحد أو إلى ثقافة واحدة. بالعكس. نعم. هو على حدود الثقافات على حدود الأماكن وهي. صحيح. ومثل ما ذكرت يعني واحد دايما يفكر أنه الحدود مش ضروري تكون شغلة سلبية أو بيفصل بين الأمور. دايما أوقات بنقول في هيك في خط رفيع في شعرة بين الأمور وفي شعرة أوقات لما بيصير فيها الانصهار والتلاقي أكيد بيعطي غنى بعد كتير أكبر للحفل اللي راح نشوفه. أيضا المميز أنه راح تصوره كمان تلفزيون مستقبل والله هيك عرفت. إن شاء الله ب2 الشهر وإن شاء الله من بعدها أكيد بيتم عرضه لكل مشاهدي الفيوتشر. راح نشوف هلأ كمان مقطع موسيقي ومنرجع من تابع توفيق.
اغاني حلوه كثير عم نشوف كمان هالخليط بين اغنيه عبد الحليم حافظ عبد الوهاب قصدي انا والعذاب وهواك، وايضا هالخليط بالموسيقى كمان، وهذا الشيء فعلا كثير حلو. يعني لما بنشوف مثل ما قلنا في اعاده خلق لاغاني موجوده، وفي اغاني كليا من ورقه بيضاء طلعت مع توفيق فاروخ. شو اللي ناطرنا ان شاء الله من بعد 2 شهر؟ وين المشاريع المستقبليه اللي راح تكون ان شاء الله؟ لا بجرب ضل اتذكر السؤال تبعك، بس انت على صوتك، على فكره صوتك كثير حلو، يعني اذا فيك تغني لنا مقطع من هلا الغنيه على الهواء هلا بيكون كثير هلا على الهواء. والأنا بدندن ما في شك، انا بحب دينتي كثير موسيقيه وبحب كثير الموسيقى، ما في ملفت هالشيء، ما هيك خلص بنغني بعدين سوا انا وياك. موضوع الذاكرة أنا بحسه هو جزء أساسي من شخصية الفرد بغض النظر عن الحنين. يعني موضوع الحنين شوي أنا ما بيعني لي كتير، الارتباط بالذاكرة هو شيء أساسي، والاختيار الأعمال تحديدا مثلا للمؤلف محمد عبد الوهاب ما أجى عن طريق الصدفة، يعني له علاقة بذاكرتي وبتاريخ يعني هذا الشيء بيذكرني مثلا بالمكان اللي انا خلقت فيه، شو كنت اسمع موسيقى. نعم اكيد. اهم شيء هو كمان انه وين فيك تاخذي هذا المخزون. مثلا المغامره بهذا العمل كان انك تنطلقي من اغنيه معروفه كثير كلاسيكيه لتاخذيها على عالم الجاز، وبعدين يقلب على عالم السامبا اللي له علاقه بالبرازيل. واختيار الكلام ببداية الأغنية ما جاي عن طريق الصدفة، يعني السيد اللي عم تغني باللغة البرتغيز اللي هي اللغة البرازيلية جاي بالضبط لحتى يضيع المستمع. يعني صحيح معناتها ما في حدود كمان، يعني مزبوط وين فيك كيف فيك تعبر الحدود بسلاسة معينة بدون ما يصير في أي نوع من التهريب أو نوع من التزوير. نعم يعني لازم، يعني في كتير ناس بيعملوا دوربريز مثل ما بيقولوا لقصص وما بيقولوا مثلا المصدر من وين. صحيح، حماية المصدر أساسية. مزبوط الكوبي رايتنج عن جد كتير مهم. واحد دل يعطي الأساس للملكية الأساسية للفنان، لأنه بالنهاية عمله نحط بجهد كتير كبير، ثم لازم واحد أكيد مثل ما ذكرت يجي هيك يقطف الشغلة. عباب المسريح لازم يعطي حقه، بس بالنهاية كمان في مجهود كبير رجع نحط من قبلك. أنا بشرفني أنه هيك، لأنه بس. أنا كنت عم دندن تحت الهواء مع الأغنية، وبشرفني أنه فنان كبير مثل حضرتك يلي أنه صوتي حلو. هلا بتعرف شو اغريتني، جعبالي ارجع كفي غني هلا على الهواء نختم الحلقه انا وياك، بس بدك تغني معي. اوكي، في تفصيل صغير. قل لي بشهر ب 30 31 الشهر. نعم هيدا اكتوبر. نعم يعني يوم الثلاثاء والاربعاء رح نعمل سهرتين بالمترو المدينه. بس مع الكوارتيت دو جاز، لان المكان شوي صغير لحتى تحطي كل الاوركسترا سيمفونيك، ما بتزبط. اكيد ما بيساعوا بالمترو المدينه. بننتظركم كمان يوم 30 و 31 بمترو المدينة ابتداء من الساعة 9. رح نلعب بشكل أساسي الريبرتوار يلي هو من الأسطوانة الأخيرة اللي عملتها اسمها فيلا انفيزيب. صحيح، يلي له علاقة أكثر بالكتاب تبع إيطالو كالفينو يلي له علاقة بالمدن والحدود المدن. وهيك بقى ننتظركم. خلص ما رح غني لهم للمشاهدين، لانه كنا عم نحكي عن امور كثير كثير حلوه، مش رح نغني لهم. خلص مرت الجاي لك. مرت الجاي خلص بتوعدنا بتكون معنا مرت الجاي لك، يعني بالزياره المقبله الى لبنان. كل التوفيق ان شاء الله لكل هالحفلات، وبانتظارك ان شاء الله دائما في لبنان. اهلا وسهلا فيك توفيق فاروخ، ومثل ما ذكرنا لكم 2 نوفمبر راح يكون بكنيسه مار يوسف بسان جوزيف باليسوعيه بجامعه اليسوعيه 8:30. جربوا تكونوا قبل لتلحقوا تاخذوا محلات، لانه الدعوه عامه، وكمان رح تكون مصوره على شاشه التلفزيون مستقبل، وبكون عرضها بوقت لاحق. اهلا وسهلا فيك. شكرا. رح نتابع محطاتنا الشيف محمد سار ناطرنا ورشه ملح. من جديد تحية لكل المشاهدين. بلشنا نحضر أول طبق من الموس بالمانجا، صار بالفريزر لحتى بده ليجلد، بده حوالي الساعة تقريبا. رح نبلش نحضر كبة اللقطين باللبن. أول شيء بدنا برغل أبيض، حطيت عليه المي لحتى صار بهالشكل، غسلته، وجبنا كيلو برغل، كيلو من اللقطين، قشرته وحطيته بالمي وسلقته لحتى استوى على الآخر. بدنا بصل مفروم، بهار أبيض، ملح وبهار حلو. أول شيء رح نحط على المكنة قليل من البصل، ورح نحط معه نعناع،
ونطحنهم شوي. نرجع نضيف البرغل ونحط اللقطين عليه، ورح احضر له حشوه السلق مفروم ناعم مع الحمص وزيت الزيتون والسماق. رح نضيف البرغل لتنعم البصله معه. بنرجع بنضيف عليه اللقطين وبنفرمهم مع بعض. وهم شيء بهار حلو، بهار ابيض وملح. في اوقات كثير يمكن يطلع اللقطين، احنا عم نعمل كبه تلاقوها بعدها شوي طريه، فينا نضيف لها معلقه من الطحين بتجمد اكثر. فينا نعملها مشويه وفينا نعملها مقليه. رح نعملها مقليه اليوم، ورح نعمل معها اللبن. رح كفي، انا رح ضيف اللقطين على البرغل وبلش حضر العجينه والحشوه. رح ارجع لعندي غيده وبدوقك بعد شوي. شكرا شيف، وهيك عرفني اليوم انا لانه موجوده بقى عم يحضر لي اياها مقليه، بيعرفني فجعانه بحب كل شيء مقلي وكل الامور اللي بتنصح للاسف. بس رح نتابع بعد دقائق محطاتنا، هبه بتكون معنا لحتى نرجع بدنا نحرق الاكلات بالرياضه مع هبه بعد دقائق، خليكن معنا.